بسم الله توكلنا على الله ونبي رسول الله لا بركة الله إن شاء الله عندي اليوم معاكم الملوي معمر. ها شوية الكفتة اللي عنده الكفتة واللي ما عنده شيء اللي عنده يدير اللي عنده في الدار وصافي. هنا بصلة وفلفلة ها هو بصلة وفلفلة مشحرين. هنا جوج معالق ديال الزبدة مدوبة وهنا الزيت وهنا شوية الحرشة كينو. بسم الله غادي نخلط هادو كاع. الكفتة ما مشحراش هادو. خلط هاد الزيت كاس الزيت نزيدها في جوج معالق ديال الزبدة هاي ها معلقة غير باش يجي مليح فتين. هيا نزيد معها معلقة ديال مرد الحلوة معلقة يتخلط هاك هذه تعجن هذه هاش كيف تا ولا دجاج ولا اللي عندك في الدار قريبي ما زعما اللحم ما يديرش اللحم يدير غير الخضره شحرها وصافي. اول مسمى عجينة ايه عجينة عجينة ديال المسمنها كاع بناتنا يعرفوا العجينة ديال المسمن ها هي مادا ما تكونش مطلوقة ما تكونش جارية ها هي. ولكن منين تعجنوها خليوها تاع 10 مينوت كاع ساعة خليوها باش تتلقلي. بسم الله هيا طلقت لا خليتها ساعة خليتها هيا شوف سهلة ماشي صعيبة سهلة غير تكون العجينة مطلوقة مليح جمعيها هاك صافي. هذا
لا تقطعت ما عليها عشرة جميع. شدي هاك صافي، خليها هاكا طفلي. نجمعو هاك يو جمعو هكا، خليوها حتى نص ساعة باش تطلق. ها هي العجينة بحال المسمن. بسم الله نبغى يطيب هذا في الفرن، يطيبها نبغى يطيبها هكا في المقلاة، كل واحد اللي يبغى. هيا طلقت سهلة. هيا العجينة ديال المسمن ديال ها، انا بغيت ندير به ورق ديال البسطيل مبخر، غير العجينة وحدة، العجينة اللي درت بها الملوي قلعت منه، غادي ندير بها ورق البسطيلة. هو الدقيق انا ما نستعملش مايزينا، فرينة عادي. هما ستة طريت دقيق صافي، من بعد عاد ندير الزيت. تبعوا معايا
هي الزيت، هي الزيت بوحدها. هي فارين هذه نديرها هنا بوحدها. درت هنا 6 ديال الحبات، ها درت هنا 6 فوق، انا ما نديرش الزيت. قادد هاك زيروا على الجهة الوسط من بعد هاي. او ديروا الدقيق باش ما تجي عادي. ها شوف غير بلاتي سهوا لي هاك دغيا تورق ماشي صعيبهاش. شي نهار ندير معاكم حتى لا ديال المقلة، طريقة ديال المقلة. هاشو صافي هذه هي هاشو. الكارت ديال الطريق ديال النشاف ها هو هكا باش داك الماء ما الكسكس ها هو. راني درت هنا الزيت هاكا باش داك البخار ما يوليش يفسد العجين. ها شوف 5 مينوت هو ها ني نشوفو هاكا طلع صافي 5 مينوت يتبخر. عاشو نقلع هذا كاغط حلو هكا حامي. حامي بزاف يجي مخير ساهل ماشي زعما ساهل.
لا تقطعت شي وحده ما عليهاش، كان مشكل. ما يتكمش ما والو. البريوات البنانين المرأة اللي بغات دير تخليه حتى يبرد، الا بغات تعمره وديرو في الموج الليد من الحاجه نهار اللي تبغي تخرجوا ساعه صافي تخدم به، ما يفسد ما والو. انا نديرو هكا نقعد لي حتى 3 شهور ما يفسد ما هكا هي وخليها، من بعد ان شاء الله نتلاقاها. عجينه وحده، عجينه ديال المسمن ديري بها كل شيء اللي بغيتي. هو ولينا عندكم، هو كل شيء واجد. الملوى بالكفتة، معمر بالكفتة، هو يجي مخير. ها هي الورقة ديال البسطيلة ولا البريوات اللي بغات، زعما ماشي شي حاجة غير العجينة ديال المسمن ديري بها الحاجة اللي بغيتي. ها شوف بسطيلة ولا بغيتي تعمري بيها شي حاجة، ايوا تا هو ساهل. من اللي بغات زعما دير زعما ماشي شي حاجة طلب الوقت ولا مصاريف ولا دير الوليدات ها دغيا. والسلام عليكم، وشكرا للمشاهدين والمشاهدات. ديروا جيم 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 جيم، وشكرا. مرحبا بكم لقناة مائي سورة، وشكرا.